ولنقاش تداعيات نتائج الانتخابات وصراع الميليشيات على السلطة، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. دكتور، بعد مرور 50 يوما على الانتخابات تم الإعلان عن النتائج، ما هي مبررات هذا التأخير؟ هل الطعون التي قدمت في النتائج أم تسوية التي كانت بين شركاء العملية السياسية أم سلطة الميليشيات هي التي أجلت النتائج؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة هناك عوامل كثيرة منها داخلية اللي تفضلت حضرتك ذكرتيها، يعني هي قضية مناورات ومحاولات ابتزاز من قبل الكتل او التحالفات اللي الخاسره اللي يسمون نفسهم يعني الاطار التنسيقي، وطبعا التيار الصدري اللي هو فاز باكبر عدد من المقاعد مع يعني تقدم والكرد وغيرهم اللي ممكن ان يتحالفون لتشكيل الحكومه القادمه. الحقيقه هناك عوامل اخرى ليست فقط العوامل المحليه، يعني من محاوله تجنب الخساره الكبيره اللي منيت بها الميليشيات واذرع ايران الولائيه في العراق، ومنها الحشد الشعبي ايضا والاحزاب التي تقف وراءها. الحقيقه العامل المحلي مرتبط بالعوامل الاقليميه والدوليه، ايضا لا ننسى انه يعني الآن توقيت إعلان النتائج مع استئناف الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، هذه أيضا نقطة مهمة جدا، لأن هناك أيضا مناورات تلعب بها الورقة الإقليمية الدولية، يعني بيد إيران وبيد الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يسمى 4+1 أو 5+1 في فيينا، هذه أيضا نقطة مهمة جوهرية. أنا أعتقد اللي حدث اليوم هو أيضا توقيت مؤثر بعد ما استنفذت كل إمكانيات الولائيين في الاحتجاج حول المنطقة الخضراء دون أن يحصلون إلا على فتات قليل من المقاعد اللي كانوا قد خسروها في الجولة السابقة، هذا الحقيقة بعد الطعون النسبية التي لم تغير شيئا في المعادلة. نعم، لكن ماذا بعد نتائج الانتخابات خاصة بعد فشل المبادرات القادمة من طهران؟ الحقيقة هي طهران يعني أيدت بشكل رسمي لكن يعني بشكل معلن، يعني براغماتية إيران أنه تعلن شيء وتخفي أشياء كثيرة، يعني تحرك الجانب المستتر بالعمل داخل العراق لكنه تعلن أنه هي تبارك النتائج وتؤيد النتائج، نتائج الانتخابات. العمل ما زال جاري بصراع واضح في الداخل. إيران سوف تضطر يعني مذعنة إلى أو صاغرة إلى قرارات حقيقة سوف تتخذ في هذه المفاوضات، مفاوضات فيينا، من جملتها وأهمها الحقيقة هو الملف العراقي. يعني هناك ملفات الحقيقة في بخصوص تحجيم دور إيران، ليس فقط النووي، الملف النووي وملف الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وإنما المهم الآن بالنسبة للأمريكان والغرب والدول العربية أيضا وإسرائيل هي تحجيم دور إيران في المنطقة، يعني 4 دول وأهمها العراق. فإذا نجحت هذه المفاوضات في إقرار إيران بأن تكف يدها عن الشأن العراقي والشأن اليمني والسوري واللبناني، سوف يصلون إلى نتائج. أقل ما يمكن أن تقال أنه تهدئة الوضع في العراق باتجاه تشكيل حكومة أيضا لا تخلو من الاتفاق والتوافق بهذا الشكل أو ذاك يعني. لذلك إيران مضطرة أن اللجوء إلى الحلول الترقيعية أيضا اللي تعتبرها في إخراج شيء مشهد جديد للوضع العراقي. تحالف الفتح هدد بالتصعيد حتى قبيل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، كانت إذاعة فرنسا الدولية أيضا قالت أن النزاعات السياسية في العراق ستؤدي إلى تصعيد عسكري، ما مدى صحة ذلك؟ الحقيقة هذه كلها محاولات بائسة لا تخلو من تهديد، هو اسمه تهديد ومحاولة ابتزاز ومحاولة استفزاز الطرف الآخر من أجل الحصول على مزيد من إن لم تكن المقاعد
التي حسمت الآن، بقت فقط المحكمة الاتحادية الصادق على يعني المرشحين الفائزين في الانتخابات، يعني تقر بأنه النتائج سليمة وأيضا توافق على هؤلاء على هذه القوائم. الباقي هو الابتزاز أيضا في مجال تشكيل الحكومة، أيضا هذه نقطة مهمة جوهرية، لأنه إذا خسرت مقاعد فطبعا التهديد بالسلاح يعني معناها أنه تريد مكاسب هذه الأطراف الميليشياوية الولائية، تريد تنازلات في السلطة التنفيذية، لأنه أيضا مهمة جدا بالنسبة لها أن لا تخسر كل شيء، لأنه مجلس النواب يعني شيء، لكنه السلطة التنفيذية الوزارات والمناصب والامتيازات والمناصب الخاصة، هذه الحقيقة مهمة أيضا، أولا لكي تتجنب المحاسبة والمحاكمة، وثانيا أيضا تمول يعني مثل ما يقولون امدادات المالية، يعني جزء من الثروة تحصل عليها من هذه الوزارات، فلذلك لا تريد أن تفرط بكل شيء فتهدد. يعني هذا التهديد الحقيقة تهديد فارغ، لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد، سوى أنه يعني من ناحية جعجعة إعلامية لا أكثر ولا أقل، لأنه أمريكا إذا اتفقت مع إيران على تهدئة الأوضاع، هؤلاء يخسرون يعني زمام المبادرة من أيديهم. هذا هو الحقيقة اللي ممكن نتوقعها، لكن 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 هناك شيء جائز، الاحتمالات يعني مفتوحة على مصراعيها في الوضع، يعني جائز إيران تتحرك من أجل أيضا تحقق مكسب على الأرض في العراق، هذا أيضا يعني كان يكون تطلق صواريخ أو غيرها على بعض الـ يعني القواعد الأمريكية أو المناطق يعني ممنوعة الدخول، مثل ما يقول المنطقة الخضراء أو غيرها، هذه احتمالات أيضا واردة. شكرا جزيلا لكم الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد صرف، حدثتنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك.